Alors, salam alaikum wa rahmatullah, j'ai mis un mot de bien, Khanaj Ali, prof NPHC. J'espère que vous allez bien. D'abord, comme je vous le dis, je suis en train de mécanique. Ou les joueurs de l'Imanka, pour ça, l'assassinat de l'Imchihanat. Et par là, on a fait le créneau de l'Oul. Mais j'ai rendu le marque référentiel, changement référentiel, on a fait le marque chez Mérilly, Inch'Allah. Moi, je suis l'âkhra, je vais vous faire le cours, je vais vous faire le cours, parce que je n'ai pas le mécanique de la thermodynamique, je vais vous faire le cours, je vais vous faire le cours, je vais vous faire le capable de le faire. طالع بالك يشوفوا راسه من حد الآن مازال مخربين وما عارفين ما يديروا. نجيكم الصراحة طالبة اللي بغى يعرف السبب وشنو خاصو يدير باش يتخطى هذا المشكل يكمل معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. راه غادي نهضر على الاسباب اللي ما فاليديش والاسباب اللي كتخلي الطالب مصدوم ومضعوف. وانا عارف شحال من واحد دابا كيتفرج في هذا الفيديو ما عارف شنو غيدير، راه كيتفرج انه خايف خاصو يفاليدي وبزاف ديال الحوايج. المهم بالنسبه للمساله غادي نشير لها بالنسبه للتيرموديناميك. النسبه ديال انه كيشاهدوا الكور، برافو عليكم كتشاهدوا الكور. الناس اللي ما كتشوفش التمارين راه بحال اللي كتقبل الماء في الرمله بالنسبه للماشين ديالي، باسكو ما خدمتش معاكم شي حاجه تطبيقيه داك الشيء اللي قريتكم. الوغ باش ما نطولش معاكم في هذا الشيء، نتمنى الناس اللي ما شافوش امتحانات والتمارين اللي درت التيرموديناميك يمشيو يشوفوا، راكم على يقين راه غيحطوا بحال. الناس اللي صيفطت لي باغ جيميل راه كل واحد عطيته العدد الرقم ديالو هيم تا غادي ندير معاه، دونك ليكزامان راه غادي نبدا فيهم. كل واحد اللي صيفط لي شي حاجه راه غنبدا فيها. الوغ دابا كيما كتلاحظ معايا في الطابلو اكزرسيس قال لك سوا عندي ان بارتيكول ان دون روبير او اي جي كا روبير باغ سي كوردوني سيلندريك اللي معرف عليا على رو في زد تيل كو كوا ان رو ايكال ار و في ايكال ان دومي ا تي او كاري اي زد ايكال بي سون ان ا او بي و ار سون كون دي كونستونت. Même un indice A constante, B constante ou R constante. Première question, écrire expression 2, vecteur position en M, en coordonnées cartésiennes. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Et là, la deuxième question, quelle est la trajectoire décrite par la particule M? Waouh, je dis ça, je suis juste à l'heure, question C, écrire expression des vecteurs vitesse en coordonnées cartésiennes. On met le verbe bien le tchoum, mais c'est un petit modèle en fonction ART. Elle dit ART, là, je veux dire, le vecteur vitesse, ou je veux dire, c'est un modèle dire. Alors, question D, expression H, non. S de T en fonction R ou F. Il y a un T égale à 0, S égale à 0. Mais je ne sais pas si je suis là. 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 Alors, paragraphe 10 de l'exercice 2. Question 1, écrit expression de vecteur position ON en coordonnées cylindriques. Je suis là. Je suis là. Je suis là. لكن انا نوريكم كيفاش. هذا راه تمرين حقه الاستاذ مسيو عنوا اون ان بي اس تي شعيب الدكالي الجديده. الوغ كيستيون بي ديتيرميني لو فيكتور فيتيس في ان كوردوني سيلندريك. ثم استنتج لي الموديل ديال الموديل ديالو اون فونكسيون ار تي. داكور سي ديتيرميني الاكسيليراسيون اون فونكسيون ار تي. دابا دراري نتمنى كتكونوا كتبتوا هذا الشيء كتبتوه. الوغ مزيان لوجيك اللي غتفكر فيه. دابا كاين واحد العناوين اللي خصكم تشوفوهم وباش نكون معاكم منطقي في اي تمرين قلب عليه، شوف شنو هو لي كونستونت وشنو المعطيات اللي عاطينك باش تعرف. سواء عندك واحد البارتيكول ام بحال اللي كتحل واحد الشرجم كتحليه على واحد الروبير اللي هو او جي كا معرف ليا على اشنو هي غو في زد. علما ان كاين غو هي ايكال ار و في ايكال ان دومي ا تي على بويسونس او كاري اي زد ايكال بي. علما ان هادشي كامل عندك ا كونستونت و بي كونستونت و ار كونستونت، دونك الا درتي ديريفي ديال شي حاجه كونستونت ايكال زيرو. دونك اتونسيون جميع الطلبه، الناس اللي صيفطت لي باغ جيميل وسيت كيفاش ديروا الروتاسيون
كيفاش كيجبدوا ديك اوميغا. قال لا ما تزربوش راه غنخدم معكم هادشي ان شاء الله ماشي ما غنخدموش معكم. انا غير بغيت تفاعل، نتمنى هاد الفيديو يطلع بالتفاعل باش تزيد تخليني نكمل معكم في الميكانيك اكثر. السؤال الاول بسيط، السؤال الثاني بسيط، السؤال الثالث، السؤال الرابع، والبارتي تامه سهل. باش غادي نكون معكم شويه واضح غادي نمسح ونخدم معكم السؤال الاول اللي هو écrire expression de vecteur position en un en coordonnées caractérisées. alors à la vers à la barre نشوفوا واش الناس متبعه معايا او لا. alors غادي نمسح alors il a lâché première exercice première question galère écrire l'expression de vecteur position en M encore dans les caractéristiques normalement ben je suis fou elle se elle va dire je vous le parle de n'importe quoi de les qui marche un des racines mais comment est-ce que je vais dire première bien je vais dire on dit en seulement O M égal الناس على بالي ما فهمتش شنو غادي دير صام اخويا قال لك عندك واحد بارتيكول ام كدير ليا بون الوغ عندك هنايا اكس اي هنا جي ايغريك هنا زد ك هنا ك و او اف داكور. دونك اخويا باش نمشي نجبد فيكتور بوزيسيون راه ساهله. باش تجبد فيكتور بوزيسيون الطريقه اللي هي عندك باش تجي من هنا ل ان غتسلتل ليا هاد تيت ان او ان او ان بليس ام ان داكور. دونك هاد المساله تكون واضحه ياك. ها كيفاش غنديرو داكور. الى لاحظتي فاو ان شحال كتساوي الى لاحظتي واحد المساله او ان دونك راه جات ليا بين او اكس و اي واي الشكل اللي خدمت لكم في الاول او دونك محصوره ليا. شوف فين جات هذه هي بتيت ان باغون هذه هي بتيت ان او ان ماذا المحور اللي ندرس عليه هو او ان. دونك او ان اللي درنا الاسقاط ديالها على او اكس شحال غتولي عندك نورمالمون هي اكس اي بلس اي جي. نو انا متفق معاك في هذه المساله ولكن علاش معرفها على فو او دونك او ام ايغال هذه شنو هي فو او بليز والمساله الاخرى فهي كتمثل ليا على اشنو على ارسم عليكم هنا باش تكونوا دونك باش نمشيو واضحين او او كاين هنا ايغري وكاين هنايا زد كا او لا كا زد. المساله ديال ان هذه هي ام جراند ام هذه هي هذه دونك هذه علاش عارفه على زد كا دونك هذه هي زد كا داكور متفقين معايا فوالا. الى كنتو متفقين معايا هذه المساله طلع راه ماشي شي حاجه صعيبه خاصك غير تفهم. الى فهمتي حتى حاجه ما غتلقاها قاصه راه المشكل ديالنا ما كنقراوش كون كنقراو كاع ما يقع لينا هاد المشاكل. دابا الى وصلتي لهاد المساله انا خصني نقلب على او او باردون او او شحال كيساوي. الى لاحظتي عندك اكس اي وعندك جي وعندك عندك ايغري ياك هذه هي او حصل عليك الزاويه فين قلت لك لي او شحال كيساوي دابا اللي عندها زاوية هي كوسينيس دونك كوسينيس في اي بليس سينيس في جي الوغ هذا ديبلاسي هنا داكور. دونك او ان شحال كيساوي ليا هي هو الكوسينيس في اي بليس سينيس بليس سينيس في جي ياك بليس زد كا داكور. متفق معايا ولا لا؟ إذا اتفق معايا نشغل يا خويا هذا
او ان شحال كيساوي لك غو كوسينيس في اي بلس غو سينيس في جي بلس زد كا في التمرين قالك غو شحال كيساوي لي هي ار فوالا نمشيو معاك شويه ار الكوسينيس في شحال كيساوي هي ان دومي ار تي او كاري اي ياك بلس ار اشنو سينيس اشنو ان دومي ار تي او كاري بلس pardon هنا كاينه جي والاخرى زاد هي بي بي كا متفقين معايا دابا الطلب ولا لا؟ احنا دابا خرجنا سؤال على قدو شكون اللي ما فهمش هادشي؟ انا منطقيا شكون اللي ما فهمش هادشي؟ الناس اللي ما وضحش لهم الجواب بالشات انا نعاود نكتبو الفوط نتمنى تكون درتي البوست قبل ما نمسح دابا دونك غادي نجي هنا نكتب بوضوح باش تفهم اكثر قلنا شنو درنا غو او دونك انا عودت هذيك هي الكوسينيس في اي بليس سينيس في جي بليس زد كا واش متفق معايا اللي جبت هذه هي اللي درت دابا ومسحتها ما بديش الفيديو التصريح وتجي تقول لي ملي درت شيئا الو او ام ايكال كوا غنشرها هي غو الكوسينيس في اي بليس غو سينيس في جي بليز زد كا داكو الى لاحظتي في التمرين عطاك غو شحال كيساوي دونك غنمشي مع غير شويه باش تفهم هي ار كوسينيس في نو في شحال عطيا هنايا هي ان دومي ا تي او كاري هادي ان دومي ا تي او كاري اي بليز ار سينيس هادي عودتهم داك الشيء عندنا معطيا عندنا هنايا داكو ايكالا ان دومي ا تي او كاري جي بليز اشنو بي كا داكوغ هذا هو الجواب ديال الكيسكو بحال ما جاوب في الامتحان ما عندكش شي حاجه اللي صعيبه الا جاوبتي الاستاذ بهذه الطريقه فعندك نقطه ديالك واش هذا الشيء صعيب انا جيسبيغ كو هادشي ما صعيب ما والو الوغ غنمشي للدوزيام كيسيون هو كيل تراجيكتوار ديكريت بار لا بارتيكول ان تبعوا معايا من هنايا غادي نخرجوا واحد الحاجه دونك بقى معايا بصراحه عقل لي على هاد الباراغراف اللي 16 لا انا حتى غنعاود نكتبها داكور غنمشيو للدوزيام غنمشي للدوزيام كيستيون غادي نحاول نكتب بالزرق كي اللي كيدير الهضره كي يعني هاد الحمار الو كيستيون بي انا شنو في السؤال هذا شفتو ما نتوما شفتو التمرين دونك شنو قال لي لي تراجيكتوار ديال كاين بار بارتيكول ان نورمالمون طالب اللي عارف شنو كيديرو ما عندوش مشكل غتعاود تكتب هذيك لي سباتي على الاخر غتلقى لك هي او ان ايكال ار الكوسينيس اشنو ان دومي ا تي او كاري اي بليس ار سينيس اشنو ان دومي ا تي او كاري جي بليس زد كا ياك نورمالمون هادي شحال خرجت لك هي بي هنا داكور المساله اللي خاصني نعرف نورمالمون او ان كاركتيزيا شحال كيساوي وتبع معايا لوجيك تبع معايا هي اكس اي بليس ايكغيك جي بليس زد كا داكور اي هي هادي المقابل ديالها دونك اكس مقابل ديالها هي هادي دونك اكس مقابل ديالها هي هادي هادي التقابل ديال اكس هو شي كبير دونك هو ار كوسينيس ان دومي ا تي على بوزيسيون او كاري و ايغريك هنا هي هنا هي هادي ديال جي ها جي التقابل ديال ايغريك هي هادي دونك ار سينيس ان دومي ا تي على بوزيسيون او كاري وعندك زد نورمالمون زد زد كا دونك هنا بي كا دونك بي ايكال دابور واش فهمتي هاد المسألة ولا لا؟ إلا فهمتي هاد المسألة من هنا هاد المعطى غتولي عندك إكس أو كاري إيكغيك أو كاري شحال كيساوي لي؟ بلا ما تناقشني هاي شحال كيساوي هادي أو كاري غنكتبها لكم هنا باش تفرقنا هنا إكس أو كاري إيكغيك أو كاري ايكال ار او كاري الكوسينيس او كاري ان دومي ا تي او كاري
بليس ار او كاري اشوف هنا باش نتابعو ار او كاري ايغا سينيس او كاري ان ديمي ا تي او كاري داكور عمل ليا بار ار او كاري ايغا ايغو سينيس ان ديمي ا تي او كاري بليس سينيس او كاري ان ديمي ا تي او كاري شفتو في البكالوريا روما شفتو قاعده فجولي قال لك انا سينيس او كاري ا باغون كوسينيس ا او كاري بليس سينيس او كاري بي ايغال ا واحد هي اللي غنبقاو هنا يلاه ديالي هذه جات واحد واحد فو ار هي ار او كاري دونك اكس بليس ايغريك على بوسونس ايغال ا بيك ان بي ايغال زيرو لاحظتوا معايا عندك اكس à la puissance au carré plus plus y à la puissance carré égale à r au carré ou est donc quand vous voulez y aller à chaque fois r faut voir qu'il faut faire chaque chose simple quel magasin ou la course ou la ville d'aller donc un trajectoire qui est là tabé un trajectoire vous c'est un trajectoire simple d'accord alors je te vois ce r moi je vois ça شكون اللي جا صعيب هذا؟ تا حاجة ما صعيبة وأنا متيقن أنك فهمتي كيفاش تخرج وفاش كتحرك هذا التمرين في في شي حاجة اللي هي سهلة وما تجيبش النقطة في الميكانيك حشومة خليني من أنني لا ميثود بور دي بريباراسيون بلي فور واخا تبريباري لي نهار إلا ما كانتش عندك لا ميثود عقلانية علاش دابا الناس الكبار إلا مشاو دوزو امتحانات غادي يجيبو نقطة على الناس بداو حيتاش تغييرات لا كاباسيتي ديال عقلو كيفاش كيفكر كيفاش كيحلل المنطق دونك نتوما خاصكم تحللوا المنطق هكا فهم اكثر ما تحفظ وغالب الطلبه المشاكل ديال ملي كيعانيو منا كيمشي كيحفظ كيحط شي استاذ بحال بحال كيخرج ليه الاستاذ صعب علينا انت اخويا ما قريتيش خاصك تقرا الكوع تفهم التمارين تقلب على امتحانات جداد وتزيد تبرز على راسك راه السيستم ديال الثانوي راه ماشي هو ديال الجامعي راه تما كنتي تلميذ كتلقى المعلومه وكتعلمها هنا خاصك تلقى المعلومه وتنتج منها معلومه اخرى راك منتوج طالب وان شاء الله راه تدخل سوق الشغل طلبة المساله ديال السؤال اللي من وراء السؤال سي اكري اكسبريسيون دي فيكتور فيتيس في انكور دوني كاركتيزيان اون تما اون دودوير سون موديل Voilà. On a une vitesse. On a une vitesse. Yeah, on a une vitesse par rapport à RT. On va mettre un chose dans le modèle derrière. Avant de dire ça, je vais vous donner une petite remarque. Il est déjà bien chargé sur le cours. Avant de dire comme elle a une vitesse, on a une remarque de remarque. Nous sommes dans le cours où quelque chose se fait. On a une petite remarque parce qu'on a appris. Remarque قلت لكم ان الفيتاس ديال واحد ام بارابور ام ايغال هو ديريفي او ام بارابور لو طون افيك غوب ام داكور قلت لكم الا كان عندك او مالو اوريجين هو الاوريجين ديالك دو غوب ام باش نقل او بيان اون بوان فيكس دون ار الا كان هو النقطه الفيكس علاش راه او مركز ما كتحركش هو الاوريجين او لا هو اي بيان ان بوان فيكس دون روب ار الا كانت هذه الحاله ديريفي ديال اي دي تي راه ايغال ديريفي ديال جي ايغال ديريفي ديال كا شحال كيساوي زيرو علما علاش ان كا اشنو اي و جي او كا مالو اي لي اي لي وان شاء الله هذا الشيء ديال لي و لي غتشوفوا ان شاء الله معايا في الدور في الاس 2 في الالجبر والالجبر ان شاء الله باش تيقن واحد الباص واش اسباس فيكتوريال ولا واش ابليكاسيون لينيير واش هذاك الباص ديال الايماج و واش كاينين ولا ما كاينينش غتحقق واش ليه هو اللي ليه وان شاء الله هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في الاس 2 دونك ليه دونك سابوتي ان تي و جي و كا فيكس ان في واحد الروبير و الا كان في واحد الروبير ديري في ديال شي حاجه فيكس ايغال زيرو
دونك انا باش نكون معاك متفقين في هذه المساله دونك نتمنى تكون قيدتي هذه ودرتي لها فراسك لان غتولي تخدم عليها ديما. الوغ غادي نمشي نجاوبكم على السؤال مباشر ان شاء الله ما غاديش نبقى نمشي ونجي. السؤال اللي هو معروف انا فيتاس ام تبع معايا باش فهم على خاطر ندور روحي عافاكم الدراري ما تنساوش عليه حتى شو صاد كيركزوا عليها ديريفي ديال او ام بارابور روتان افيك روبير ام يا هادشي اللي قال مطلوب منك علما اشنو كتب عليها هكا افيك كوا وكتب عليها هكا ولا انت تمشي تافيك كتب لي اي صافي باش باش ما يقولش لك شو واحد هذا راه كيهضر بالفرونسي ولا ما عرفتش شنو كيدير ما انا كنكتبو عادي كوسينيس في اي لقيناها ديال اخي ما بغيتش نعوض راه حاجه طويله ما بغيتش تزيد طولنا لها سينيس باردون نكتبها لكم هنايا باش نتهنى بالنسبه اشنو او ام اي او ام ايجال ار كوسينيس في بليس ار سينيس في جي هنا كاين واحد ديال هنا كاين اي بليس بي كا داكور الابا عندك تصحاب هذاك المالو كيخربق على دار فيه يوم اللي دار انا ما عودت بلا فيه عودت العدد ديالي داكور دونك لهاد المساله غنمشي نديري في اسير ديال الديريفي ديالي فيتاس في ان كيلا شوف ما عندك شنو يقول لك داله داله ديري في الداله الاولى هو ار بوان و ار بوان واش نكري نديري فيها هنا كاين عندك غلط الا ديري في تي ار و ار راه كونستونس لان قال لك راه ار بي و ا كونستون ديري في ديال شي كونستونس ايكال زيرو دونك بلا ما نكتبها لان ار ديري في ديالها ايكال كونستونس و ديري في ديال شي كونستونس ايكال زيرو تبعوا معايا خدموا المنطق ديالكم باش تقولوش الاستاذ راه ديري فيها هذه ما ديريهاش هذه راه هذه على شكل اف فوا جي صافي ديري في الاولى فوا الثانيه زيرو ديري في ديال عرفت هاد ديال غنكتبها عليكم باش ما نبقاش جيسبيغ كو واحد داخل الناس ما يقدرش يفهم ديري في ديال اف زيرو فوا الكوسينيس ديال في اي طالما ما فهموش ديري في ديال هادي فوا هادي ديري في ديال اف فوا جي الشقاق ديالها والشقاق اف فوا جي بليز اشنو الشقاق ديال جي فوا اف هادي قاعده قريتيها في النوت داكور يلا قيد قيد هاد الكلمه دونك صافي مزيان دابا هي اللي طبقنا ديري في ديال اف كالا زيرو فوا الكوسينيس ياك ما نعرفش واش غادي زائد ولا ناقص ديري في ديال الكوسينيس هاي ها الكوسينيس ديري في ديال الكوسينيس هي موان سينيس دونك هنايا ديري في ما داخلها داخل الكوسينيس شنو هي في هي في بوان داكو موان سينيس في ديالها تخليها هي اي داكو مزيان دابا حنا منطقيين هي دونك الطرف الاول شنو شفنا زائد ديري في ديال اف هي زيرو فوالا دونك زيرو هو داك العجل غيمشي زيرو دونك شوف انا غنمشي لهاد المسألة شحال طلعتنا هي في بوان سينيس في اي دابا فهمتي علاش مشات اف زائد ديري في ديال اف تبعنا ديري في ديال اف شحال زيرو لانها كونستونت ها فور فوا سينيس هي زيرو زيرو فوا مليون هي زيرو زائد اف ديري في ديال سينيس ها سينيس باردون ها سينيس ديري في ديالها هو الكوسينيس دونك زائد ديري في ما داخل السينيس هو في بوان دونك اشنو الكوسينيس في جي بليس بي ديري في ديال بي شحال كيساوي راه بي كونستون ديري في ديالها كاز زيرو زيرو فوا كاز زيرو ها سين لها تاني اخرى ديري في ديال كاز زيرو دونك مشات دونك واش متفقين معايا ولا لا معرفش واش طالب واش فهمتوا هذا الشيء ولا ما فهمتوش ما عرفتش نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي ها هي الفيتاس هي ياك ولكن حبس انا ما خصنيش خاصني نمشي نعوض لانه قال لك هذا البارابول عقدي داكور اف هي اف غندير بالنسبه اللي عندك كاين واحد اف لان في الاول خصنا ندير ليها وفات الثاني ياك واو
عرفتي علاش ديريفي ديال هذه الكونستانت ياك زيرو زيرو فوايل دونك كتشبهها بالديريفي هذه دونك هي موان اف في بوان داكو واش فهمتي دونك عندك في شحال ديال ايكاراج كيساوي هي موان اف هذه شحال كيساوي نورمالمون عندك ان دومي ا تي او كار ديريفي ديالها هو اشنو ان دومي كونستانت ا جوج ا تي لان هذه اللي كديريفا كتمشي جوج على جوج كتبقى ا تي داكوغ دونك هنايا ا تي اشنو سينيس في اي بليز ار هذه لا ميم هي ا تي كوسينيس في جي هذا هو الجواب طالما اللي ما فهموش كيفاش دارت بي بوان نورمالمون في شحال كيساوي هي ان دومي ا تي دونك ا تي بار ديريفي ديالها ايكال شنو ا راه كونستونت واحد واحد جوج كونستونت و ا كونستونت غدير لها هي تي دونك ان دومي فوا ا دو تي دو موان سان هي ان دونك ما تغير هادشي هادي مع هادي غتبقى لك هي ا تي هادي هي بي بوان داكوغ باش متفقين معايا هادشي علاش غنقول على هكا دابا لحد الان كلشي واضح حتى حاجه ما صعيبه والمساله اللي غتسوجها الطالب غير يستوعب هادشي ويعاود الفيديو حتى جوج مرات ولا ثلاثه ما كاينش مشكل الوغ نتمنى تكون شجعتي هادشي باش نمشي معاكم السؤال اللي من بعدو ديال الدي اللي هو اس دو تي وهاد اس دو تي حتى واحد ما شافها فيكم لا معايا ما كاينش شاف فيديو دي ولا غندير لكم واحد التيج غابي راه هي علاقه خصك تحفظها وتطبق على دين الوغ نتمنى تكون شجعتي هادشي نتمنى يكون هادشي واضح ونتمنى اللي كيتفرج الفيديو ديالي ما ينساش التعليق اللي دعم القناة وما ينساش شي تعليق زوين واللايك ويعطينا ملاحظات ديالو ان شاء الله الوغ بالنسبة غنعطيك قاعدة نكتبها بالعربية قاعدة عامة طبقها في جميع التمارين ديال الميكانيك فاش كيقول لك استاذ كالكيري اس دو تي سمعها اس دو تي ولا سمعها لابسيس ولا تسمع هكا اقعد على هكا فاش يقول لك هادي عندك الموديل ديال في شحال كيساوي ايكالا هي دلتا اس سير دي تي هادي ديمو اطون بالنسبة للسؤال اللي قبل منه باقي ما كملناش لان قال لك عطيني الموديل ديالو الموديل ديالو راه ساهله هي اللي غنجبد لكم دابا بعد قليل ان شاء الله كتب هذه القاعده هذا ديال السؤال دي باقي ما وصلناش ليه هذه قاعده ديما فاش بغيت تجبد ديال القياس راه نوريك كيفاش جبدها دابا غنشوف منو السؤال بعدا كملنا السؤال سي نورمالمون شحال عطانا الفيتاس اللي لقيناه دابا لقيناه موان ار ا تي زين سينيس في اي بلا ار في اللي هي ا تي كوسينيس في جي داكوغ الو الموديل ديال في هي في نفسها غير هي معندهاش فيكتور شحال كيساوي لان غندير راسي ونرفع ديك ولا اكاري ها داكوغ عندك موان ار اوكاري اوكاري زيد سينيس اوكاري في اي ار اوكاري ا تي اوكاري الكوسينيس في جي اوكاري داكور حنا ما نشوف ما نمشيوش ديك الشيء صعيب ونبداو نعقدو في الامور اتحيد الاي لان ما يمكنش تكتبها في الفيكتور ديال راسي داكور عندي هادي غتخرجها الا خرجتها براسي غترفع راسي غتمشي اوكاري دونك غتمشي لك هاديك براسي دونك ار ا تي راسي ندير اشنو ما منطقيا هذا الموا ما كتبقاش دونك الا انا غنرفع راسي دونك غادي دونك تمشي ديك الموا داكور حنا غنبقى في الوسط كتبقى لك هي سينيس اوكاري بي بليس كوسينيس اوكاري بي وهذه راه قلت لكم هي واحد راسي ديال واحد هي واحد دونك ار تي دونك الموديل ديال في ام راه هي هذه داكور هذا هو الموديل ديال الفيتاس نتمنى من الطلبه تكون هادشي واضح لهم ونتمنى نكون وصلت لكم الميساج في الحد الان الوغ نخليكم
واحد شوية باش تكتبوا شي علاقة بينكم. بالنسبة للطلبة واحد التساؤل كان طرحته واحد البنت في الجامعة عافاك واش بالنسبة للبوتاسيوم أوميغا واش كيتخيل؟ اه راه كيتخيل راه ربما كاين في بوان كا ولا تيتا بوان كا ولا يقدر يكون زيرو هذيك الشيء سون فخوطمون فخوطمون هادشي شوف كامل شي غتشوفوه غتشوفوه بالعقل غير متزربوش. انا اللي ما خلانيش ما كنعطيش حساب في الميكانيك ما كاينش تفاعل حتى انا لاحظتو دخلوا الميكانيك بارابور تيرموديناميك ما كاينش وهادشي راه غيكون تاع في الاس 2 راه غنخدم معاكم 3 موديل ولا 2 موديل غنشوف اللي عليه تفاعل كثر باش نخدم عليه لان انا درت معاكم الجبر واناليز ولوجيك ولا شي حاجه لان انا كنضرب فيه تمارا لان ماشي الموديل ديالي ولكن كنمشي نخدمو وكنزول لي زوطخ شنو كاين هنا المشاكل اللي كاين عليهم هنا الو كنبغي المساهمه من الطلبه اللي عاونوا انت داخل دابا بارطاجي مع صاحبك دير ابوني واللايك وشي تعليق انت كتفرج ديال اللايك وشي شي تعليق اللي تقدر تعاوننا به فوق بابا نزيدو حنا كاملين لقدام. الو السؤال دي قلت لكم غمر الى قال الاستاذ عطيني اس دو تي اللي هو الدي هنايا السؤال دي اس دو تي باش نحسبها قلت لك راه هو الموديل ديال في هذه راه قاعده عامه ديال اس سو دي تي انا نورمالمون انا باغي هادي دونك دلتا اس شنو كيساوي هي الموديل ديال في ام عندك صح هو سامر دابور فوا دي تي ونورمالمون دي اس شحال كيساوي هذا دابا بالمنطق ديالك واللوجيك شنو يقول شنو كيقول هذا شحال كيساوي نتمنى من الطلبه يكونوا فاهموا هادشي اللي كنقول راه هي ا باغون هي ار ا تي دي تي باغون دي تي دخلنا في ار كونستونس ا كونستونس دونك بقاش هادي الداله الاصليه ديال تي دي تي بينا دونك شنو هي اللي ما عرفاش هادي راه حشومه يكون غالي سنجد دونك هنا كدير ان دومي تي او كا دونك بلس كونسونج دونك اس دو تي ايغال ان دومي ار ا تي او كاري بلس كونسونج دونك هادي هي الدالة الأصلية اللي ما عارفاش راه حشومة أنا اللي كندخلو ليها تيرا كاين شي قواعد الأهم خاصنا نحفظوهم لحد الآن غادي مزيان كاملين دابا الى لاحظتي واحد المساله فالاسئله اللي هي ربما شفتو متكررين اكس دي دي كري اكسبريسيون دو فيكتور بوزيسيون كو ان اون كوردوني ماشي كاركتيزيان سي لا دي هو لا ميم ولكن غتعطي بالباز ديال اج ديال سي لا دي دابا غادي نمسح هادشي نتمنى الناس اللي عندها مشاكل في البريباراسيون ما عرفاش ديرش بقى معنا لان في الاخر غنعطيكم واحد النصيحه ماشي نصيحه حضرت تعتبرها نصيحه ما بغيتش دير بها تبقى كي لك راي ديال جوج با هو ايكري اكسبريسيون لو فيكتور بوزيسيون او ان باش الكوردوني كوردوني اش من كوردوني سيلاند داكو كوردوني سيلاند نورمالمون عندك ان او ام او ام شنو كيساوي هو او ام بليس ام ام دكور او ام شحال لينا هذا هي او او وهذه زد كا دابا غادي نعوض ار هو شحال يساوي هي ار او وهذه هي بي كا ما غاديش نبدل هذه وما نبدلش هذه لان الباز ديال كوردوني هو او او في كا داكوغ هادشي علاش بغينا ناخدو دابا راه كاين شي حوايج لي بساط و الطلبة كيمشيو غالطين فيهم دابا غادي نخلي هداك السؤال بحال هكاك جاوبني عليه نتمنى تكونو كتبتو الناس لي كتشوف فيك كتبت هاديك الزربة اسمع الهضرة كوردوني سيلندريك كوردوني سيلندريك راه كتبتها في السؤال كوردوني سيلندريك غدير فيكتور بوزيسيون او ان ايكال ان او ام بليس ان ان الوغ او ام ايكال غو او غو بليس زد كا داكوغ شي تعوض غو راه كاين الفوق في البروبليم غو ايكال ار والمساله ديال الاخرين راه واضح طلبه المساله اللي كاين فيها شك اللي كاين فيها شك
قدر الاستاذ يحل لكم كيستيون دو كور في الميكانيك. احفظ الكور ديال الاستاذ ديالك ما تقلقش ولا علاش واحد في اليوتيوب لا والو. اليوتيوب يقدر يساهم معاك كيفاش تخرج التمرين كيفاش تفهم. انا نقول لكم 121 طالب صيفط لي امتحان بالسوليسيون ديالو في الثيرموديناميك قليل اللي عنده ثلاثة الأسئلة اللي خاطئين في كيستيون دو كور. أما ما تبقى في الليكشن اللي خدمت معاه واللي متبع معايا خدموا مزيان. أنا ماشي كنشكر لك راسي ولكن هادشي راه بدلائل وراه اللي كيتفرج في الفيديو ومتبع معايا في الثيرموديناميك غيقول أه بصح راه خدمنا مجال صعيب. وكاين اللي تسائل معايا وما فهمتش هادي ومن بعد لا لا صافي فهمتو أستاذ راه هاك شوف هي كوريكس لأن كاين تسرع ما تسرعوا ما لو غير خدموا شوية عليكم راه غتفاليديو إن شاء الله. Alors, regardez le schéma. Deuxième question, écrire expression de vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Ou après en déduire sans modèle en fonction ART. Alors, la réponse on a. C'est normalement relation liquide dimant. Vitesse égale la dérivée de vecteur position par rapport au temps avec le repère. D'accord. Regardez le schéma. Regardez le schéma. Sur L. اثنان ب او نورمال عندك فيتاس هو الديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون بارابور لو طون افيك روبير لا ميم سونس هنايا افيك وا ان ام شي كيساوي لينا هي رو نو باردون هو ار او رو بليس زد كا ديريفي ديال ديريفي ديال مشاو ديريفي ديال ار كونستون ديريفي ديال شحال كونستون سيكارا زيرو دونك زيرو او رو زيرو D'accord. Donc Vn par rapport à R, 0 nul. Qu'est-ce qu'elle est R? Dérivée de ρ. Je veux dire que R est ρ par rapport au temps. Et quand je fais ça, il y a moins phi point E phi. Mais D'abord, attends. Le masque à l'air, pardon, ma question. Il y a phi point E phi. Je te dis comme ça. C'est comme un euro dt égale à phi point e phi. Ou que tu es comme un dérivé de e phi par rapport au temps par rapport à r égale à moins phi euro. D'accord? Alors je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer une deuxième. Non, donc il y a phi point e phi. Dérivé de p. Constant, dérivé de constant, c'est égal à 0. Dérivé de k, c'est 0. Donc, la vitesse. D'accord, modèle de l'eau, je n'ai pas le droit. Je vais vous dire que vous avez dit 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 que المهم غادي نمشي هنايا شنو عندك فوالا انا خصك يكون عندك راسي ياك دونك عندك هنايا راسي ديال ار او كاري ا تي او كاري او كاري دونك ايغال ار ا تي هذا هو الموديل ديال في ان بارابور ار أبان طالب وقيل ما فهمتوش المسألة أنا نعاودها قلت لكم الموديل ديال في ان شنو هو الراسين ديال اوكاري ديال هادشي كامل اللي هو ار اوكاري في بوان هي اتي دونك اوكاري او في تا هي اوكاري دونك فهمتي دونك هادشي علاش نخلوها مسألة اللي هي بديهية وما نصعبوها ما هو داكوغ دونك المسألة ديال هادي قلت لك شنو غتساوي هاد شي واحد دونك هنايا غتبقى هي ار ا تي والراسين ديال هادي راه عبارة عن كوسينيس في اوكاري بليس سينيس في اوكاري وهادي راه عبارة عن شكل كوسينيس ا اوكاري بليس سينيس ا اوكاري ا ايكال وان هي واحد والراسين ديال واحد راه هو واحد هادي راه هي ايكال هي واحد دونك هادشي علاش بقات ار تي دونك واش فهمت هذاك الصحابه اللي قالوا واحد راه قلت لكم الراسين هذه راه في الراسين ديال واحد هي واحد دونك بي ام
داكوغ غادي نمشيو غادي نشوفو السؤال اللي من وراه اللي هو اكسيليراسيون. طلبة غنشوفو واحد السؤال غنعطيكم واحد جوج ديال الملاحظات ونتمنى تحفظوهم وتخدموا عليهم لان قدر يطرح هذا السؤال شي واحد راه غادي نبقى ان شاء الله في شي تمرين لان كثير من خلال ابرازي مجموعه من الامتحانات ديال النومسي ديال القالية مدينه جديده طريق جديده هادو كاملين الجامعات اللي كيخدموا بهم هادشي لوغون هادو استاذ كيطرح هذا السؤال لوغون عقلي راه هو الموديل ديال بي تطبيق عملي فيكم ديما طبق القاعدة ديما طبق القاعدة وكيقول لك الأستاذ قال كاين طونجونت هاد طونجونت ديما تيساوي الفيكتور فيتاس سير الموديل ديال فيتاس هاد القواعد خاطر تسمع طونجونت نورمال هادي القاعدة ديالي كتسمع لوغون هو دونك الدراري هادي ملاحظة نتمنى الجميع الطلبة يكتبوها راه طبقها هكاك ما عندك ما دير طبقها هكاك ما هذاك الشيء اللي تخرج في الاول طبقيه غير هذا هو السؤال عندك عليه نقطه مزيان هذا الشيء غادي نشوفه ان شاء الله في تمارين اخرى المهم انا قبل هذه ما كاينش سؤال انا غير عطيت لوجيك شنو كاين قلت لكم هذا كتبوهم ديروهم هذا لو غون وهذا اونجون نورمال خدموا عليهم راه غادي يخدم معكم حتى تمارين عليهم ما تخافوش جميع انواع التساؤلات اللي عندكم في راسكم واللي اللي عندكم الاساسي اللي غنخدموا معاكم ان شاء الله دونك هذا الشيء الاكسيليراسيون السؤال ديال الاكسيليراسيون هو جوج سي جو بونس ما عرفتش المهم السؤال الاخر ديال اللي في جوج السؤال الاخر اللي في جوج الاكسيليراسيون ديال ام ار نورمالمون هو يا اما ديريفي ديال الفيتاس بارابور لو طون افيك لومبير او ديريفي الثاني ديال الفيكتور بوزيسيون دابا انا عندك فيتاس فيتاس اللي تساوي لك هو ار في بوان او في داكور الاكسيليراسيون هي هذه ديريفي ديال ار راه كونستانت هي ديريفي تاع زيرو ديريفي ديال في بوان بقات عندك غير ا تي و ا و تي ا شنو اللي عندك هي ا ديريفي ديال بحال هذه ديريفي ديال زيرو ياك زيد ديريفي ديال 0 فوا هادي هادي 0 دونك شنو هادو نخليو ار هنا في دي بوان في دي بوان هي ديريفي ديال ار تي ا كونستون دابا هي هادو جوج ديكس ديريفي ديالها هو جوج دونك هو ا في بوان لا او في فوالا غنمشي غندير زائد ار قيمه في بوان نخليو غنمشي ديريفي ار ها هي موان في بوان او لان كتبت عليكم قبيله ديريفي ديال اوفي يا ربي نتمنى هادشي يكونوا فهمتوه غنخليها تزايد ياك عندك ار نخليها ياك لان ديريفي دابا هادي مشات لزيرو دابا غنخليهم كاملين ونمشي ديريفي هادي ديريفي اوفي بارابور لو طون دونك اشنو ار ا اوفي ياك ناقص علاش زائد غنخليها زائد دابا نقول علاش غنديروها ناقص R في بوان ديريفي ديال او في راك شفت شحال قبيله ديريفي ديال او في هي شنو هي في موان او دونك هنا لا تولى موان داكور دونك الاكسيليراسيون او ام ايغال شي كيساوي هي ار ا او رون موان ار في دي بوان اشنو او داكور وغادي نمشي ناخذ هاد الاورو بوان شحال راه هي ار ا او كاري تي او كاري باردون نكمل هاد الاولى عندك ار ا او في ناقص ار اشنو راه طلبة هي ا او كاري هادي راه في بوان الشقاق ديال في وراه في شحال كتساوي الشقاق ديالها هو ا تي او كاري ديالها هي ا تي او كاري او هادي راه او في ودي او اكسيليراسيون داكوغ نتمنى تكون هاد الحصة استفدتو منها
نتمنى ان شاء الله مازال غادي نخدم معكم. الناس اللي غتسائل شنو البروغرام خدام عليه في هذه المساله، انا خدام على بروغرام الوحيد هو بروغرام ديال كوراكسيون سيري ديال ميكانيك دي بوان ديال جامعه من احدى الجامعات بالمغرب. هاد الجامعه اللي معتقد بها مزيان، وهادو سيريا جداد ديال 2020 2019. نتمنى من الله عز وجل نكون حضرت ووفقتكم في قربتكم من تطبيق داكشي اللي درت في الفيديوهات ديال الميكانيك. مازال غندير شونجمون ريفيرونسيال، ومازال غنعطيكم ريزيمي، ومازال غنخدم معاكم حتى الامتحان عندكم حتى نهار 8 في الشهر شهر جوج. مازال ان شاء الله غادي نخدم معاكم على الاقل غتكون فاهم. عاونوني تقراو الكور ديالكم هنا الحصه سالات، ولكن اطلبكم انت اللي كتفرج الا كنتي مخربق وما عارف شنو كدير وما عارفش شنو كتبريباري وخايف وما عارف شنو كدير، بقى معايا. الناس اللي مكابتي الكور وعارفه شنو كدير غير فين راه هادشي دابا مقاس صالح دابا. المهم بما انك باقي كتفرج دابا في هذا الفيديو انك مخربق وما عارف شنو كدير، نهضر بصراحه شنو كنتي كدير في هاد 3 شهور كامل؟ بقيتي مقلب التليفون، كتي لاشارجي الفيديو ديال هاد فلان وديال هاد فلان، وبقيتي ما عارف ما كدير والو، ضعفت شي في الوقت. طلبه اللي كيشوف راسو ضعاف وما بقى عارف ما يدير يقسم الموديلات، عندك 7 موديلات خويا قسم هاد 4 و3، حاول 4 تخدم عليهم مزيان باش تفاليديهم في النورمال، وخلي 3 تخدم عليهم في الغاد خباج ان شاء الله. وهادشي الا كنتي كابابل، ما تمشيش تاخذ كلشي، قال لك اللي بغى خبزه ويقنع، اللي ما قنع بخبزه يقنع بنصها. الو حسن ليك تمشي تخدم على 4 الموديلات وتكابتي فيهم مزيان. الا كنتي متبع معايا اصلا التيرموديناميك والميكانيك، سير لاطوم والتيرموشيميك. لاطوم والتيرموشيميك كيحطهم واعرين وزوينين، لان التيرموشيميك له علاقه بالتيرموديناميك، ولاطوميستيك علاقه كبيره في داكشي اللي قريتي في البار، التفتتات وغيرها من ديالي. الوغ الدراري ما تمشيش تقلب على الالجيبر واناليز والفرونسي حتى السيمستر الثاني، لانه كتحط اصلا ساهل. الوغ طلبه انت اللي كتفرج غير عندك مشكل، ما تبقاش دير في نفس الاخطاء. نوض بريباري، راه كاين ما كاينش فيديوهات بزاف، سير تفرج في التيرموديناميك ديال الجديد، وراه التمارين راه مهمين ليك، راه خصك تعرف كيفاش تطبق داكشي. ما بقاش نضحكوا على بدياتنا، سول حنا راه معقدين، بقينا وهذا هو التعليم عن بعد. هذا التعليم واسير اخويا تقرا، ما كاينش مشكل في التعليم عن بعد. التعليم عن بعد اذا كان عندك حتى فيه مشكل ابقى تفرج، وما تفاليديش هذا العام وصير حتى العام الجاي. لا ما ديرش اسباب وهميه لك انت، نوض قرا احفظ. راه كيقول لك واحد الشاعر: لا تحسب من المجرى تمر انت اكله، لا تصل المجد حتى تلعق الصدر. دونك نوض بريباري. عندك شي تساؤل؟ شوف سبحان الله حطيت لكم كور وامتحانات ومازال نخدم معكم امتحانات في الثيرموديناميك. غير الطلبه اللي تواصلوا معايا كلشي فاهم، واللي ما تواصلش معايا كاين نقص في عدد المشاهدات ديال الفيديو ديال التمارين. راه ما يمكنش، راه نقول لك سير من هنا ودوز من هنا توصل للجامعه ديال فلان، ولكن الا ما طبقتيهاش ما عمرك تعرف داك الطريق. دونك سير طبقها، راه مايمكنش ليا نبني غير بلياجور، خاصني ضروري المكونات ديال السمير وما عرف شنو اللي كيديرو الكياس باش تبني واحد الدار على الصح. طلبة حاولوا تفكروا في راسكم شنو كديروا، ما يهمكمش هذاك راه بريبارا وانا ما بريباريتش. وعندك واحد الحاجة، ما تبقاش توهم راسك فرونسي راه يلا فوق، ما كاينش حاجة سميتها فرونس، خاصك تعرف شنو دير كيفاش تطبق باش تفاليد. صافي كاين واحد العناوين، واش راه كنهضر فرونسي في الدين؟ ما كنهضرش، راه كنقول لك روبير شنو كيعني روبير، كوردوني سيلندري شكون كيعني. دونك الا كنتي السؤال خدم عليه ثلاثة مرات ولا أربعة تفهميه، حسن ليك ما تحفظيه، ما تحاولش تخدم على لا ميثود بوغ دي بريباراسيون بلي فور، ماشي ميثود، بالعكس خدم غير بشوية عليه. قول انا خرج دابا من هادشي وقول انا شنو قاري وشنو فاهم، ما تبقاش تخرج التمارين وتطلع الحل. تخرج التمارين راه ماشي طريقه بياسي، راه غير كتحفظ، لان عقلك كيستوعب اللاواعي، ما كيستقبلش الوعي ديالك. نوض قرا بشويه عليه، باقا عندك واحد 3 سمان كابتي فيها هذوك الموديلات اللي مراجع فيهم شويه. وانا شوف
بالنسبة للثيرموديناميك ما عندكش فيديوهات بزاف، حطيت فيكم امتحانات نموذجية تقرا داكشي تفاليدي، وكنتحدى شي واحد يقول لي انا ما فاليديتش الا الا كنتي مخرب وغير كتحفظ وما كتفرجش فيا ولا ما عرفتش. المهم باش ما نطولش عليك، عندك انت شي تساؤل كاين هو جيميل لتحت غنخلي لك، اولا تخلي لي تعليق ولايك ودير لي شي حاجه باش نعرفك فين عندك بروبليم. هذه المساله ديال الميكانيك حظ موفق لجميع الطلبه.